لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقال نشره موقع عربي 21: يعاني العراق منذ سنوات من عواصف ترابية ناتجة عن رياح قوية تشل حركة الناس والحياة، وتدخل مستشفيات الدولة ومرضى الجهاز التنفسي في حالة انذار قصوى قد تصل إلى الوفاة، وتتعرض المحافظات المحاطة بالصحراء في مقدمتها الأنبار والمثنى والنجف وكربلاء وغيرها لعواصف ترابية كبيرة ومزعجة وقاتلة ومتجددة. واتفق خبراء البيئة على أن أهم أسباب تلك العواصف هو استمرار مخططات تجريف الغطاء الأخضر والتصحر وشح الأمطار وغياب خطط إدارة المياه وضمور الخطط الإنقاذية، وكذلك التغير المناخي وتحدياته المتنامية. وهنالك من يرجع هذه الظاهرة للعمليات العسكرية التي خلخلت سطح التربة والغطاء النباتي، أيضا لعمليات التجريف، تجريف البساتين المرافقة طبعا لتلك العمليات والتي حولتها لأرض جرداء، فضلا عن مخططات تحويل الأراضي الزراعية الشاسعة لمناطق سكنية جديدة. تشير إحصائيات غير رسمية إلى تساقط ما بين 100,000 و200,000 طن من الغبار سنويا على العراق، والذي حصد خلال العام الجاري أرواح ما لا يقل عن 15 شخصا، وأدخل عشرات الآلاف من المواطنين للمستشفيات لتلقي الرعاية. العواصف القاتلة لم تجد أي برامج حكومية جدية لمواجهتها منذ أكثر من 10 سنوات، رغم ضررها الكبير على الإنسان والبيئة ومجمل مفاصل الحياة والاقتصاد. وهذه الحقائق أكدتها الممثلة الأممية جينين بلاسكارت أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي بقولها: إن التصحر في العراق يعد مصدر قلق رئيس، وتلك البرامج ليست تعجيزية، ويمكن عبر حملات رسمية وشعبية ترتيب مبادرة وطنية لتقوية الغطاء النباتي ولتنمية الغابات والأشجار الكثيفة لتكون كمصدات طبيعية تقلل من معدلات عواصف الرمال وآثارها القاتلة. وتتزامن هذه العواصف الترابية مع تنامي العواصف السياسية التي تضرب العراق منذ 7 أشهر بسبب حالة الركود والخمول السياسي حول شكل الحكومة المقبلة. وآخر العواصف السياسية تمثل بقرار مقتدى الصدر يوم الأحد الماضي بالذهاب للمعارضة ل30 يوما، ولم نسمع سابقا بمعارضة لمدة محددة. والجديد في المبادرة الصدرية هي اعترافه بالفشل في تشكيل حكومة أغلبية وتجديد دعوته لباقي الأطراف لتشكيل الحكومة خلال هذه المدة، وإن لم تفلح فسيلجأ لقرار آخر لاحقا. من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالة للكاتب أحمد صبري، حيث يقول: يكاد يكون العراق واحدا من صدارة الدول التي تعاني من تحديات تغول السلاح في المجتمع واستشراء الفساد في مفاصله، الأمر الذي أبقى العراق في هذا المأزق من دون أمل بتجاوز مخاطر هذه التحديات، رغم الوعود الحكومية بإيجاد الحلول اللازمة لها، وتحديات السلاح والفساد وإصلاح القضاء والمحاصصة الطائفية. لم تستطع الحكومات التي عقبت الاحتلال التصدي لها، فهي ترحل من حكومة إلى أخرى. والحكومات الست التي عقبت غزو العراق جميعها أخفقت وفشلت بالتصدي لهذه المعضلات التي دفع أثمانها المواطن العراقي وحده. وما يعزز هذا الانطباع أنه قبل تشكيل أي من هذه الحكومات، فإن المكلف بتشكيلها يؤكد أن حكومته ستحارب الفساد وتضع حدا لتغوله وعبور خندق المحاصصة الطائفية، في حين أن هذه الآفات بقيت معشعشة في الكابينات الوزارية وعطلت أي مسعى حقيقي لعبور الحاجز الطائفي إلى الفضاء الوطني. رئيس الوزراء الحالي هو الآخر لا يختلف من سابقه في إطلاق الوعود بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق العدالة وسيادة القانون. ومهما حاول الكاظمي إيهام الجمهور بقدرته على التصدي للسلاح المنفلت والفساد والاستغلال والظلم والمحاصصة،
فإنه سيصطدم بجدرانها التي أغلقت الأبواب بوجه من يسعى لولوجها، الأمر الذي يستدعي جلب المسؤولين عن هذه الإخفاقات إلى القضاء والكشف عن أدوارهم، فيما آلت إليه أوضاع العراق ولا سيما هدر وسرقة مليارات الدولارات وفشلهم في الحفاظ على أمن العراقيين واستقرارهم. وأي مجاملة أو محاباة في تنفيذ إجراءات ملاحقة المسؤولين عن تركة الماضي الخطيرة ستلحق وتضيف أضراراً كبيرة بالعراقيين وتغلق الطريق المؤدي إلى معرفة حقيقة ما جرى ويجري في العراق. والسؤال، ثقل التركات التي ترحل من حكومة إلى أخرى، هل بمقدور أي رئيس حكومة جديد المضي في طريق الإصلاح وعبور الحاجز الطائفي واستهداف بؤر الفساد وحيتانه وتغول الميليشيات المسلحة في الحياة السياسية في ظل الانقسام المجتمعي ونزع الأنياب السامة من القوانين الاجتثاثية، وهي أزمات باتت مستعصية على الحل منذ 19 عاماً؟ وعلى الرغم من ارتفاع منسوب تصريحات أركان النظام الحالي حول عبور الحاجز الطائفي ومحاربة الفساد والتصدي لحيتانة المستحكمة في بنية النظام ووضع حد لانتشار السلاح، غير أن المشككين بصدقية نهجهم يتوقعون فشل في هذه المهمة كما فشل سابقوه، لأنه أسير قوى وأحزاب تمتلك سلطة القرار وترفض وتفشل أي محاولة تهدد مصالحها. تحت عنوان المصالحة التركية السعودية تثير قلق إيران، قال علي باكير وأيوب إرسوي في تقرير لموقع ميدل إيست آيل بريطاني إنه بعد عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة لتطبيع العلاقات وفتح صفحة جديدة، يبدو أن العلاقات بين تركيا والسعودية في اتجاهها لتحسن كبير بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في 28 من نيسان أبريل الماضي، وجذبت هذه الزيارة الكثير من الاهتمام، وشهد أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتصافحان ويعانقان بعضهما البعض. وبحسب الكاتبين فقد بالغ معظم المحللين ووسائل الإعلام في التأكيد على الدوافع الاقتصادية لهذه المصالحة، طبعا على حساب الدوافع الأمنية الجيوسياسية والإقليمية التي عادة ما تكون لها اليد العليا في تشكيل العلاقات بين الرياض وأنقرة. السياسات الإقليمية لإيران والولايات المتحدة تحتل مكانة فريدة في هذه الديناميكيات، وتأكيداً على الدوافع الجيوسياسية والأمنية كان الشعور العام في إيران ضد المصالحة بين السعودية وتركيا، ويقولان إنه من منظور إيراني قد يكون للمصالحة بين هاتين القوتين الإقليميتين تأثير سلبي على نفوذ طهران لا سيما في سوريا والعراق واليمن. علاوة على ذلك، قد يقوي ذلك موقف السعودية في مفاوضاتها مع إيران حول القضايا الإقليمية، وبالتالي يقوض مسعى طهران لإجبار الرياض على تقديم تنازلات. واعتبر بعض المحللين الإيرانيين موجة المصالحات الأخيرة في المنطقة جزءا من جهود الولايات المتحدة لتقريب حلفائها من بعضهم البعض، ووفقا لوجهة النظر هذه فإن اللعبة النهائية هي تمكين حلفاء الولايات المتحدة من مواجهة إيران وروسيا والصين بعد خروج محتمل للقوات الأمريكية من المنطقة. وعلى عكس التهدئة الظاهرة بين السعودية وإيران، تصاعدت التوترات مؤخراً على خلفية دور الميليشيات الموالية للحرس الثوري في العراق وسوريا، ومن المرجح أن يؤدي التقارب بين الرياض وأنقرة إلى زيادة نفوذهما في السياسة العراقية إذا وجدت تركيا والسعودية طرفاً لاستيعاب مصالح كل منهما وحافظت على قدر من التنسيق. نشر موقع بوليتيكو تقريراً عدته ليلي باير قالت فيه إن معارضة تركيا لانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو تهدف لتحقيق نقطتين: الأولى دفع الولايات المتحدة للموافقة على شراء مقاتلات عسكرية، أما الثانية فهي تسجيل نقطة في السياسة الداخلية التركية. وتضيف الكاتبة أنه وبرغم اللهجة المتشددة من الرئيس رجب طيب أردوغان فإنه في النهاية سيعطي الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد للناتو، لكن يجب على التحالف العسكري أن يدفع الثمن أولاً. عارضت أنقرة انضمام البلدين الأوروبيين والمضي قدما في طلب العضوية، واتهم المسؤولون الأتراك السويد وفنلندا بدعم الإرهابيين الأكراد، وعبروا في الوقت نفسه
عن قلقهم من حظر تصدير السلاح إلى بلدهم. وقال مسؤول تركي بداية هذا الأسبوع الناتو هو حلف أمني ولن توافق تركيا على تعريض هذا الأمن للخطر، لكن مسؤولين حاليين وسابقين ودبلوماسيين يرون أن دوافع تركيا أبعد من رغبتها في رؤية تغيير في سياسة كل من ستوكهولم وهلينسكي. فأردوغان يخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات عسكرية، وربما وجد فرصة للحصول على نقاط في الداخل عبر التلويح بالإرهاب. وفي هذا الوقت يقوم الدبلوماسيون الأتراك بنشاط للبحث عما يريده أردوغان للموافقة، ولماذا لا يريد فنلندا والسويد في حلف الناتو، مما سيطيل الملف ويمنح روسيا فرصة للتدخل قبل الموافقة على طلبهما. وقال الأمين العام السابق للناتو ياب دي هوب شيفر الثمن غير معروف في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أن هناك ثمنا. ورغم دعم تركيا توسع الناتو إلا أن أردوغان لديه سجل في استخدام الحلف للحصول على تنازلات. ففي عام 2009 عارضت تركيا تعيين فوغ رامسوسين كمسؤول للحلف، ووافقت بعد ذلك في عقاب مفاوضات طويلة غير أردوغان فيها موقفه. وحصلت تركيا كما يقول دي هوب شيفر على جائزة مساعد الأمين العام للناتو، وقدمت فنلندا والسويد طلبات عضوية، ما منح أردوغان فرصة أخرى لاستثمار نظام الإجماع في الحلف وكذا تعبئة قاعدته للانتخابات الرئاسية في العام المقبل. نشرت مجلة إيكونومست في افتتاحية عددها الأخير حذرت فيها من كارثة الغذاء المقبلة، وقالت إن الحرب في أوكرانيا تحرف كفة العالم الهش نحو جوع كبير، وأن معالجة هذا الوضع يقع على مسؤولية الجميع. وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقراره غزو أوكرانيا دمر حياة الناس في مناطق أبعد من ساحة المعركة وعلى مساحة واسعة قد يندم عليها، فالحرب ضربت نظام الغذاء العالمي الذي عانى من ضعف بسبب كوفيد-19 والتغيرات المناخية وصدمة الطاقة، فقد توقف تصدير أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية وباتت روسيا مهددة. على بوتين عدم استخدام الطعام كسلاح، فنقص المواد الغذائية لن تكون النتيجة المحتومة للحرب، وعلى قادة العالم التعامل مع الجوع العالمي كقضية ملحة تحتاج إلى حلول عاجلة. وتبلغ نسبة إمدادات روسيا وأوكرانيا من القمح 28% و29% من الشعير و15% من الذرة و75% من زيت الذرة، وتستورد تونس ولبنان نصف الحبوب التي تحتاج إليها، ومصر نسبة ثلثي ما تستهلكه. ويسهم الغذاء الذي تصدره أوكرانيا بتوفير السعرات الحرارية إلى 400 مليون شخص. وتوقفت هذه الصادرات لأن أوكرانيا زرعت الألغام في مياهها لمنع الهجوم الروسي ولحصار موسكو لميناء أوديسا. وكان برنامج الغذاء العالمي حتى قبل الحرب قد حذر من أن عام 2022 سيكون رهيباً. وقالت الصين أكبر مصدر للقمح في العالم إن محصول هذا العام سيكون الأسوأ بسبب تأخير المطر عملية الزراعة. واليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في الهند ثاني أكبر منتج في العالم، ونقص المطر يهدد باستنزاف المحاصيل من سلال غذاء أخرى في العالم من حزام القمح في الولايات المتحدة إلى منطقة بيوس في فرنسا. وتعاني منطقة القرن الأفريقي من أسوأ سنوات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية. كل هذا سيترك آثاراً وخيمة على الفقراء. نشر موقع ذا انترست مقال للصحفي الاستقصائي دانيال بوغسلو قال فيه إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم مئات القنابل والصواريخ والقذائف في شهر أيار مايو الماضي خلال هجوم على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينياً وإصابة أكثر من 1900 آخرين، أكثر من نصف الشهداء كانوا من المدنيين. ووفقاً لمركز مئير عميت للمعلومات حول المخابرات والإرهاب، على الرغم من المزاعم الإسرائيلية بأنها تستهدف فقط مقاتلين من حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.
بحسب الوثائق والتقارير التي استعرضها موقع انترسبت، فقد وصل الدمار إلى العديد من المستشفيات ومنشآت معالجة المياه المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعشرات من المدارس التي تديرها وكالة الأونروا التي تعتبر واشنطن من مموليها، ومصنع وكالة كوكاكولا الذي بناه مواطن أمريكي. وقال رائد جرار المدير في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي لموقع انترسبت: الغالبية العظمى من الذخيرة التي تستخدمها إسرائيل تصنعها الولايات المتحدة أو تدعمها. من العدل أن نقول أن كل ذخيرة إسرائيلية مدعومة بطريقة أو بأخرى بدولارات الضرائب الأمريكية، وتعاني غزة من فقر كبير بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دام عقدا ونصف العقد، وتعتمد بشدة على المساعدات الخارجية لتجنب أسوأ الكوارث الإنسانية. وجددت وزارة الخارجية الأمريكية للتو التزامها بالتمويل المتأخر للأونروا، حيث ساهمت بمبلغ 150 مليون دولار لدعم أكثر من نصف مليون فلسطيني بالمدارس ومرافق الرعاية الصحية. ووفقا للوثائق التي تم جمعها من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان، فقد تضررت أكثر من 100 منشأة تابعة للأونروا في غزة في حملة القصف التي استمرت 11 يوما في أيار مايو عام 2021، ما تطلب أكثر من مليون دولار كإصلاحات. وتعرضت عشرات المدارس الأخرى التي تديرها السلطة الفلسطينية لأضرار مماثلة. أصيب نحو 40 شخصاً بجروح، عشرة منهم بالغة، في مدينة بادربون في غرب ألمانيا بسبب إعصار ضربها وفق ما أعلنت الشرطة المحلية. وقال رجال الإطفاء في المدينة على تويتر إن 38 مصاباً، إصابات بعضهم خطرة، نقلوا إلى المستشفى. وخلف الإعصار أيضاً أضرار مادية جسيمة في هذه المدينة الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا، التي تتعرض لعاصفة تعبر ألمانيا حالياً بعد ارتفاع غير مألوف في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام. ورجح المتحدث باسم أجهزة الإطفاء أن تكون مدينة ليبستاد التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من بادربون، التي وقد تعرضت بدورها لإعصار دون تسجيل وقوع جرحى حتى الآن. أحدثت العاصفة خسائر كبيرة في هذه المنطقة في غرب ألمانيا، حيث تحدثت قوات الأمن عن انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.